أبرز قوى المعارضة تتظاهر تحت راية جبهة الخلاص الوطني لأول مرة منذ تشكيلها. تجمع احتجاجي هو 15 منذ تدابير الرئيس الاستثنائية، بمشاركة شخصيات من مختلف المشارب السياسية وحضور كثيف لأنصار حركة النهضة. نسب نفسه حاكم مطلق، هو القاضي لأول مرة في تاريخ تونس، هو القاضي وهو المفتي وهو رئيس الحكومة وهو مجلس النواب وهو النيابة العمومية وهو رئيس الجمهورية وهو اللي يحكم في اللي يطير وفي اللي يصير وفي اللي يربح يصير. رافضة معناتها للحكم الفرد الواحد، رافضة لغلق مؤسسات الدولة، رافضة معناها انتهاكات جسيمة في حق دولة تو الدولة قاعدة يعني تنتهك من قبل رئيس الجمهورية اللي هو تفرد بالحكم لوحده. تظاهر جبهة الخلاص الوطني ضد الرئيس التونسي يأتي بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات الجديدة عن رزنامة متعلقة بالاستفتاء حول الدستور الجديد في 25 من جويلية المقبل، استفتاء بدأت بعض أصوات المعارضة بالدعوة إلى مقاطعته. قام بإلغاء هيئة شرعية ليضع مكان هيئة منصبة. نحن ليس لنا ثقة في هذا في هذه الهيئة ولا في العملية الانتخابية برمتها التي يمكن أن تشرف عليها هذه الهيئة، ولذلك نعلن مقاطعتنا للاستفتاء القادم وللانتخابات ربما التي يزمع رئيس الدولة الذهاب فيها. رغم توحد جانب هام من معارضي الرئيس قيس سعيد في جبهة الخلاص الوطني، إلا أن الاحتجاجات المتكررة على مدى 10 أشهر ما زالت عقيمة ولم تغير مسار قيس سعيد نحو ما سماها بجمهورية جديدة. زد على ذلك فإن المعارضة يشقها الانقسام ما يضعفها وقد يذهب ريحها. معارضة من هنا وموالاة من هناك وما بينهما ألا التقاء، ومع ذلك فإن خط الرجعة والحوار ما زال ممكنين حسب آخر تصريح لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. فتح الفالحي ميديا تونس.